فلوس ايه يا بسيوني؟ هو انت فهمت الراجل اللي احنا رايحين نشتري منه بط؟ ايوه عشان ما يكشفناش. خلاص يبقى ندول اول قبل ما نشتري، ممكن تبقى البضاعه فاتتك. ندوق ايه ونشتري ايه يا جماعه؟ ايه العبط ده؟ انا اعتمدت على اتنين خرفان في المهمه بتاعت البط، انا بضيع. يا رجلي يا رجلي ايه بقول؟ هتقعد تشحب بقى وتتمسكن لو اتنططت مش صعبان عليا يا بسيوني. ما انت غريب قوي يا بسيوني، حد يلبس جزمه كاوتش في سنك ده؟ شويه وتلبس لي شورت بقى وتشيرت. اوعى اوعى تتريق على الكاوتش اللي انا لابسه ده، ده اللي اشتريته لي شكشوكه حبيبتي، كانت معجبه بيه قوي، وانا وعدتها ان عمري ما هقلعه من رجل تاني. انا مش عارف في ايه، ايه في شراب زهر زلطه نطت من الجزمه في الشراب ولا حاجه؟ اقسم بالله انا اجيب اي زلطه من الارض واديك في دماغك. ايه الزلطه اهي؟ وريني يا اخي الزلطه. ادي الزلطه اللي كانت حوالين رجله. ايه ده؟ زلطه ايه؟ دي في ايه؟ ايه؟ الزلطه هتنفجر؟ ميكروفون. ميكروفون؟ يا نهار اسود، معنى كده ان هما كانوا بيسمعونا من بدري. هما مين دول؟ المدام عندك يا حبيبي بتراقبك يا مدير الامن، هي ومازو. يراقبني ازاي؟ ازاي احط له ميكروفون في الشراب بدون اذني؟ متنيل بقى. والعمل؟ مستر وسيم، البط ابو سلسله دوت نلاقيه فين فين فين؟ احنا جالنا اخباريه ان البط ابو سلسله موجود عند المعلم راتب تاجر البط اللي ساكن جنب مخزن الانابيب. مستر وسيم، ما سمعتكش انت بتقول ايه؟ عايزين نلحق نروح بسرعه عند المعلم راتب تاجر البط ابو سلسله اللي ساكن جنب مخزن الانابيب. حالا يا بسيوني. خلاص يلا نروح عند المعلم راتب تاجر البط ابو سلسله اللي ساكن جنب مخزن الانابيب. ما خلاص بقى، الله يخرب بيت المعلم راتب. المعلم راتب اللي هو مين؟ تاجر البط اللي ساكن فين؟ عند مخزن الزفت الانابيب. يبقى كده جات لنا المعلومه كامله ان البط هنلاقيه عند المعلم راتب تاجر البط اللي ساكن جنب مخزن الانابيب. هنروح ونلاقي عنده ايه؟ البط ابو سلسله. يوه ما لحقتش اكتب وراهم العنوان. عند المعلم راتب تاجر البط اللي ساكن جنب مخزن الانابيب. خلاص يا اخوانا سمعت، اكيد بهزر يعني. يلا يا شيماء اطلعي على هناك بسرعه. طب لمبه البنزين منور. اطفيها يا حبيبتي، اطفيها واطلعي يلا. هو احنا هنطول هنا؟ انا زهقت. اللي زهق يروح يا حبيبتي، الطريق للقاهره مش بعيد، ما يتوهش. واللي ملوش لازمه برضو يروح يا ماما. بتهيالي ده الهاني مون بتاعنا، يعني احنا مش محتاجين مشجعين معانا. واحلى هاني مون واحلى عروسه في الدنيا. وحشتيني. يلا بقى عشان هتروحي تتفسحي، هتلفي الفيوم كلها دلوقتي. حبيبي يا سمسم يلا. يلا روحي مع بسيوني. بسيوني؟ وانت هتحصلنا بعد كده مش كده؟ لا حصلتكم ازاي يا حبيبتي، ده الهاني مون بتاعك، يبقى لازم تتفسحي ولازم تروحي مع بسيوني طبعا. اروح مع بسيوني؟ هو ايه يا جماعه، هو انتوا ما اتجوزتوش قبل كده ولا ايه؟ هو ده طبيعي يا حبيبتي؟ ده الطبيعي بتاع عيلتنا، احنا سلو عيلتنا كده، احنا بنطلع الهاني مون كل العيله مع بعض. فاكر الهاني مون بتاعك يا بسيوني؟ ايه لا فاكر، احنا في الهاني مول بتاعنا كنا 12 واحد بالظبط. طب انت فاكره الهاني مون بتاعنا بتاع بلطيم ده؟ طبعا يا يوسف فاكره، ده انا شاورت لك من بعيد يوميها من كتر الزحمه. احنا قعدنا مع بعض بالكتير 4 دقايق. يا سلام. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا بينا كلنا نتفسح. كلنا إيه؟ لا لا، أنت فهمتي غلط برضه، أصل إحنا العرف بتاع عيلتنا إن العروسة بتتفسح مع